I think, to be honest, the secret is leadership. We've got a board of directors that are ambitious, but it's great having ambition, but if you don't put them into action, it's no good. And so I think the board have set their stall out very early in matters and said we want to do things our way, we want to do things differently. الجمعية وضعت مصبعينها منذ البداية خطة لتطوير اللعبة. محمد فلك ناز at the end of our first year said, well, محمد فلك going to have to اليوم do more. يقول أننا نريد المزيد. I think everybody enjoys working in an environment that is obviously trying to go forward. Players share our ambitions. اللاعبون يلعبون على قدر المسؤولية ولا بد من توجيههم opportunity. And I think our local players have clearly responded لدينا to دعم that. جماهيري كبير. And they recognize as a union, you know, we're wanting to cater for them. We inherited a very large expatriate population as an organization. And we're at pains to say that they will, of course, in no way be disadvantaged. But we have a responsibility to get our Emiratis to join in with them. And so it's like a big train moving forward. And we want to keep that train going at full speed. جمعية الإمارات للركبي هي الجهة الرسمية المشرفة على تنمية وتطوير اللعبة في الدولة، ومنذ تأسيسها حرصت على تنظيم العديد من الأحداث والبطولات المحلية التي تنظم عمل الأندية من جهة وتفيد نشاط المنتخبات الوطنية من جهة أخرى، مستفيدة في الوقت ذاته من الأحداث الدولية التي تستضيفها إمارة دبي، ولعل أشهرها بطولة طيران الإمارات لسباعيات الركبي التي أصبحت إحدى أشهر الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقام في المنطقة على مدار العام. في داخل الدولة طبعا عندنا كبطولات، احنا عندنا اول شيء عندنا نحن دوريين تابعة لجمعية الركبي، عندنا الدوري الممتاز والدوري الكونفرنس اللي هو الدرجة الأولى. في الدوري الممتاز عندنا 7 أندية، ودوري الكونفرنس الدرجة الأولى عندنا 8 أندية. هاي نحن نشرف عليها، وعندنا طبعا البطولات اللي نحن نستضيفها نيابة عن الاتحاد الآسيوي داخل الدولة، وعندنا بطولة جديدة نحن أضفناها لجمعية الإمارات اللي هي بطولة برعاية طيران الإماراتي، عشان ما نخربط شوية، لأن هي بطولة كأس طيران الإمارات القارية. جمعية الإمارات للركبي لا يتعدى إشهارها أكثر من 3 سنوات، لكنها استطاعت خلال هذه الفترة إقامة دوري ممتاز للركبي به 7 أندية ودوري درجة أولى به 8 أندية، بالإضافة إلى أقامت دورات للمدارس بفئات عمرية مختلفة والمشاركة ببطولة الخمس الكبار على مستوى آسيا بالركبي والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأيضا الاشتراك ببطولة الهند الأسيوية للركبي والحصول على المركز الثالث أيضا والميدالية البرونزية. كل الجهود رفعت من مكانة ركبي الإمارات على الساحة العربية الأسيوية وزادت من نشئها داخليا وخارجيا، كل ذلك بناء على استراتيجية واضحة وخطوات عملية. طبعا نحن بدينا نحن نطبق رياضة الركبي او ندخل لعبة الركبي في المدارس السنة هذه. وقعنا اتفاقيات مع 6 مدارس داخل إمارة دبي، وقعنا مع مدرسة في إمارة أبوظبي، وقعنا مع مدرسة في العين. هاي خططنا للسنة هذه. السنة الجاية إن شاء الله بنكمل باقي الإمارات. نحن هدفنا أن احنا نوسع قاعدة اللاعبين، ونوسع قاعدة اللي يمارسون رياضة الرقبي. وطبعا عندنا أشياء ثانية تحت جمعية الرقبي هم نحن ياسين نوسعها، اللي هي طبعا جمعية الإمارات للحكام. طبعا ما ممكن اللعبة نركز على اللعبة وما ركز على الحكام، ما ممكن ندير المباريات بدون الحكام، فلازم بعد نحن نطور هالجزء هذا من اللعبة هذه. وجد جمهور الركبي في الإمارات متنفسا له مع تزايد الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه الرياضة، فبدأت هذه الرياضة تقتحم كل منزل عبر بوابات المدارس من جهة والأكاديميات من جهة أخرى.
كذلك تعزز حضور رياضة الركبي بين أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط من خلال برنامج يستمر عاما كاملا ويسعى لدعم وتطوير هذه اللعبة من خلال إطلاق سلسلة من فعاليات ومهرجانات الركبي الخاصة باليافعين، إذ تمنح هذه المبادرات فرصة التدريب والمنافسة أمام اليافعين والصغار وتساعد على إعداد جيل جديد من لاعبي الركبي المحترفين في المنطقة. بدأنا بفريق عمل صغير وهو يوم تسجيل مع دخولنا العام الثاني من المشاركين الكبرى. We've engaged with five schools at under 16 level and Dubai. We're moving into Abu Dhabi very soon. Sharjah in the Northern Emirates and Al Ain are all targets where we will have staff dedicated to working in Emirati schools in those areas. So, you know, I think within 12 months you'll see an organization that is impacting in every Emirate. In UAE, amongst the 15 or 16 year olds initially, will then move to work with some primary school teachers. And obviously, what happens after kids leave school is really important to us. It's very important that we transition those players into clubs and maintain their participation in the game. There's a saying in rugby, you know, recruitment isn't that important, retention is more important. But we're very, very keen that we retain those players in the right environment and that they want to stay in the game. بعد إشهارها عام 2009 قامت جمعية الإمارات للركبي بوضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير التوجيه والقيادة الفعالة لجميع أنشطة الركبي داخل البلاد واعتماد المعايير والبروتوكولات الحرفية لضمان استمرارية المنافسة المحلية وبرنامج الحضور في المنافسات الدولية لجميع الأعمار السنية وإجراء نشاطات تعليمية وتطويرية لزيادة وتحسين معايير المشاركة لدى دولة الإمارات. عندها تم تكوين منتخب وطني ل 15 لاعب ومنتخب وطني لسبعة لاعبين، ونظراً لأن القانون الدولي المنظم للعبة يسمح بانضمام بعض الفئات الغير مواطنة للانضمام إلى المنتخب، فقد تم تكوين تلك المنتخبات من عناصر من مواطني الدولة إلى جانب بعض العناصر من المنطبق عليهم الشروط. كنا تقريباً خمسة من الشباب كنا نروح حديقة الصفا نجري، فشفنا جماعة من نيوزيلندا عندهم الكرة هذه، فاستغربنا قلنا شو الموضوع، خلينا نروح نشوف. فكان واحد من المدربين اسمه جون لين الحين اذكره، يعني قالنا ليش ما تجون تجربون؟ فرحنا وجربنا لعبنا باس وعجبتنا اللعبة، فحطيناها في بالنا، قلنا يا شباب لازم نكبر الفريق نسوي فريق اماراتي كامل. والحمد لله بجهود الشباب وقدرنا نكون اول فريق اسمه كان يو اي اي فالكون. حتى تعرفين انت لعبه الركبي شويه المعدات مالها شويه غاليه، فالشباب شو عملوا؟ عملوا مثل جمعيه ونحط فيها فلوس، لين ما عملنا لنا بروحنا الملابس واشترينا المعدات، والحمد لله وشوي شوي قمنا نتعلم نتعلم نتعلم. فصارت بطوله في البحرين اذكرها في سنة 2005، فقلنا يا شباب لازم نروح نشارك. الشباب قالوا والله ميزانيتنا مش لهناك، قلنا مو مشكلة، اللي ما عنده احنا منزيد من عندنا. والحمد لله رحنا شاركنا. طبعا احنا نازلين من الباص الانجليز كانوا مستغربين، اماراتيين يلعبون ركبي غريبة. فبعض يعني حتى في اشياء يعني بعض الانجليز شو قالوا؟ قال لا احنا بنغلبهم اليوم، فريق سهل جاينا. بدأت المباراة الأولى انغلبنا، بس أدينا الصراحة وانبهروا الجمهور هناك في البحرين. فقلنا احنا مو بفريق سهل، ردينا على اللي كان يتكلم، قلنا له احنا ترى مش فريق سهل جايين، احنا نتحدى مثل ما انتم تتحدون احنا بعد نتحدى. والحمد لله الله وفقنا في هيك البطولة، ثاني مباراة لعبناها وفزنا، وثالث مباراة لعبناها وفزنا، وتوفقنا في هيك البطولة حققنا المركز الثالث. وكانت صدمة طبعا لكل واحد. طبعا في ذاك الوقت الإعلام ما كان مهتم. ما تعرفين ما في لا جمعية ولا كنا بس من عندنا احنا نروح نلعب. والحمد لله بفضل الرعاية الكريمة من شيوخنا طبعا ما يقصرون، خاصة في الرياضة. تم إشهار جمعية الإمارات للركبي برئاسة محمد فلك ناز. طبعا الجمعية ما قصرت وقائمة بدور كبير، يمكن
حتى في بعض الناس يقولون لي انتوا الركبي طلعتوا باسرع من الاتحادات الثانيه.